السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نصلي على النبي في الأول الفيديو كده وندوس لايك؟ عشان بصراحة يعني الفيديو اللي أنا هعرضه لكم دلوقتي ده حكاية التحرش الجماعي ده، يعني أنا مقصد ده دي مش بني آدمين. يعني هي دي لو بني آدمين بالله عليك هتعمل كده؟ يعني ده لو كل واحد ما هيلحقش يعمل فيها أي حاجة. ده يا جدع إيه؟ أنا آسف بس يعني مينفعش كده وحياة ربنا، يعني لازما يكون في إحساس شوية. والبت دخلت في محل عشان تتداري فيه، انت يا جدع اقفل باب الجراج يا جدع. والله لو قفلت باب الجراج ما هتخسر أي حاجة، انت يعني خلاص المحل لا هيتكسرش، يعني المحل ما هيخليك تكسر يا جدع، وكمان ما هيتكسر انت يعني المحل ايه اللي هيكسره يعني، وهيتكسر ليه يعني؟ هو دي نظام ده يا اخي ليس حل. استغفر الله العظيم. انت بصراحة تشوف الفيديو، بس الفيديو ده لازم ان يوصل للناس. يعني ازاي ده؟ اقسم بالله انا كنت قربت اعيط على صريخ البت. يعني البت دي انت هتسمع صوتها هتسمع الصريخ اللي بتصرخه، وهتشوف قلبك هيعمل ايه لو انت مؤمن ولا موحد بالله ومن غير مؤمن. يعني هي دي عملية مش مستاهل. يعني انتوا ليه؟ يعني عايز اعرف، كل الشوارع مليان بياكل في لحم البت، هي والبت دي هي وصاحبتها معاها واحدة تاني. بس لا يعني كل ده، يعني انت تعمل كل ده عشان ايه؟ عشان خاطر ايه؟ هي لابسة ضيق ولا لابسة وحش؟ لابسة ماشي، لابسة عريان، بس برضه ربنا قال غضوا من أبصاركم. سواء يعني هي عملت حاجة حلوة عملت، وعلى لابسة وحش لابسة حلوة ده شيء يرجع لها هي. انت التاني بص ما بصش لهاش يا جدع. انا هو خليك لو بصيت لها ما تعملش فيها كده، انت المفروض تغطيها. ده اختنا في الاول والاخر، من غير اختنا احنا مجتمعنا بيقول انك تغطيها. وبعدين ده انتوا يعني في بلد المفروض كلها ما استحالة ان يبقى فيها كده. شو اقول لك ايه؟ لا يسهل لكم، لا يسهل لكم. البت وهي نازلة من على السلم الشباب رموا عليها، ولا اللي يعني لما أقصد في الكلمة دي شفت ومش عارف أقول لكم إيه، بس اللفظ وحش. أنا لما آسف يعني في اللفظ، عاملة زي كلبة في وسط كلاب. يعني انتوا هو انتوا إيه؟ دي ناس، دي مش ناس، دي كلاب دي. يعني ده حتى الذئب والحاجات دي ما بيعملش معاها كده. يعني دي كلبة في وسط كلاب، كلاب اتلمت على كلبة أول مرة تشوفها. أنا آسف بس على اللفظ والله العظيم، بس هي دي حاجة تضايق فعلا. ولازم يعني نخلي عندنا أخ ونخوة شوية كده ونحترم حتى شعورنا وشعبنا. يعني حتى احنا كلنا مسلمين طبعا وموحدين بالله. هتشوفوا الفيديو معانا دلوقتي اهو. وانا آسف بس بالله عليك اكتب في اول تعليق انت حسيت بإيه. زي ما حضراتكم شفتوا كده في الفيديو، حاجة توجع القلب، تحس ان قلبك بيتخلع من مكانه. اقسم بالله تحس ان قلبك بيتخلع من مكانه. يا جدعان يا جدعان يا جدعان، كل واحد يحرص على اهله يا جدعان. كل واحدة تراعي ظروف الشباب برضه. يعني ما ينفعش كده، اقسم بالله ربنا قال غضوا من الابصار. والنبي ما تطلع ليش حضرتك وتقول هي الصويا لابسه لبس عريان ولا لبس كده؟ بس مهما كان مهما كل لابسه هي، انت ده حاجه ما تخصكش. لابسه اللي لابساه،
انت غض من قصارك، حتى لو لقيتها عريانة يا جدع اعتبرها اختك وغطيها يا جدع، يا اخي اعتبرها مراتك وغطيها يا جدع، ما تعتبرهاش اي حاجة بالنسبة لك وسيبها وامشي، بس ما تعملش معاها كده يعني. انتوا ما تعمل مش كله، انا ما وصلتش مش واحد ولا اتنين، ده شارع بحاله يعني، في هيجي 2000 نفر ولا 1500. لا يعني يا ناس يا جدعان، لا ما يرضيش ربنا، اقسم بالله ما يرضي ربنا، ما ينفعش كده، احنا لازم يعني احنا مسلمين وموحدين بربنا، ولا يعني انا عايز اعرف يعني هي هتعمل لها انت ايه؟ انت لو كل واحد لمس حته كده ما هيلحقش، كل واحد ما هيلحقش يحط صباع، يعني ايه الفجعه اللي فينا دي؟ الله يخرب بيت ام اللي اخترع الافلام الزفت اللي كلنا هتجنن الناس دي كلها، فحش يعني هي دي واحده، كلنا دلوقتي كلكم حواليها كده، انا عايز اعرف كلكم حواليها كل واحد هيعمل فيها ايه يا اخي؟ كسف على نفس على دمك يا جدع، شوف ان واحد شايفك ولا اتنين شايفين، كسف يا جدع على دم، شوف الناس كلها شايفاك، اي الناس شايفاك، انت بقى تعمل ايش يعني ان الناس شايفاك دي يا اخو؟ حياة ربنا حاجة احنا يعني يا اخي، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، ربنا يهديكم يا رب يا جدع، انا ربنا يهدي، ربنا يهدي، ادعوا للناس ربنا يهديها. مفيش حد في مصر كلها اسمه بتعكس، بنات لابسة واسعة بتتعاكس حريم لب، نسوان كبيرة كده، ست كبيرة كده لابسة لبس واسع ولابسة متنقبة كده بتتعاكس، بس برضه يا يعني جدعان عادي، بس هي ما تقوليش بقى هي لابسة ضيق ولا لابسة قصير، انت بتشوف الواحدة منقبة بتبص لها في عينها، بتبص لتحت رجلها، يعني انت راعي برضه ان انت راجل ومش كده للدرجات دي يا عم. ربنا يصبر كل الناس. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، بالله عليك اعملوا لايك للفيديو عشان كله يعرف الحقيقة، يا الحقيقة انها برضه ان لسه البت انها ما عملتش قضية ولا عملت اي حاجة غير كله ده، بس هتعمل قضية في مين ولا محضر في مين؟ في 200 واحد هتعمل فيهم ازاي؟ والله يستر على ال3 شباب اللي انقذوها دول، ربنا يخليهم لو كانوا فعلا انقذوها ولا كانوا ما خدوهاش يعملوا حاجة. التحقيقات هتبين وهنعرف وهنعرفكم الجديد برضه بإذن الله. ما تنساش تعملوا لايك للفيديو وتعمل مشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا آسف والله، أنا آسف عشان بس عندي برد وكحة.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.